ما قدر الله حق قدره. فبالتالي أصل علمها أن تعلم أنه حكيم. لما أرسل إلى لوط، إلى قوم لوط، لوط لاحظ اسمه، كما قلت لك موسى إلى فرعون بالعصا والثعبان واليد التي تخرج بيضاء، هذا كله جوامع إذا جيت تقرأ في التفاسير ما في علاقة البت. واحد مع يعني شو بيعمل شرك سحر بصرحه بهذا. هم بيقولوا الناس طبعا بدعة، بيقولوا أن الله يبعث الأنبياء من جنس ما كان عليه قومهم، هذا يعني أن الله بعث موسى عندهم من جنس السحر. فلما قال له فرعون ساحر، يبقى أنتم بتقولوا أنه فرعون صدق، أنتم بتقولوا أنه أرسله من جنس ما يحسن قومه، يعني من جنس إيش يا شيخ؟ من جنس السحر. وهذا القول الباطل أبدا. إنما كان يرسل النبي، اسمع، بآية فيها بيان علة وباطل ما هم وصواب وحق ما أتى به النبي، فيذهب به باطلهم ويثبت به حق الله. ما إلى علاقة ماذا يحسن القوم أبدا يا أخوانا. يعني قال لك عيسى عليه الصلاة والسلام، هذه كذبة كبيرة. يعني عيسى كان لأنه قومه مشهورين بالطب، ولا في منه هذا كذب يا شيخ، ولا مرة بنو إسرائيل اشتغلوا بغير الدعارة والربا والسحت، هذولا ما بيفهموا غير هيك لليوم أخوان. كل مراكز الدعارة والربا والهذا هذه إلهم أخوان، ولا مرة بيشتغلوا بالطب، هذولا لا يطببون الناس أبدا يا شيخ أبدا، هذا بموت ناس يا شيخ. فما له علاقة عيسى بهذا يا شيخ، واضح؟ فهم يعني بيكذبوا الكذبة وبيصدقوها، ولا في منهم.